الحلقة دي حلقة جديدة تماما ما اتعملتش قبل كده، محتاجة مقدمة بسيطة ومش طويلة نوضح فيها طبيعة الحياة. ممكن تسألي البنوتة في الجامعة تختاري ايه او نفسك في ايه، تقول لك انا نفسي احب واتحب، وممكن تلاقي زميلتها تقول لك وانا نفسي ان انا اتعلم واتفوق في الدراسة، وممكن تسأل زميلتهم او صاحبتهم التالتة تلاقيها تقول لك وانا نفسي ابقى مشهورة او ممثلة او نجمة ايا كان. اذا عايزين نتفق في البداية إن النساء عامة أو البنات بتختلف رغباتها واختياراتها وطموحاتها، وده اللي احنا هنوضحه النهاردة في حلقة اليوم. الشهرة والحب والمال والجمال، لو اتعرض الأربع صفات المغرية دول على كل أنثى من نساء الأبراج أنثى أنثى، هتختار إيه وليه؟ ويا ريت كل أنثى تكتب لنا في التعليقات لو اتعرض عليها الأربعة دول هيكون اختيارها ايه، ونتشارك مع بعض ونتفاعل، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. ولكن خلوني سريعا في البداية أرحب بالجديد وأدعو اللي ما اشتركش في القناة إن هو ينورنا ويشترك، وتعالوا بينا نبتدي بالفارسة العنيدة. وخلوني برضو بعتذر، المفروض موعدنا الساعة 8، اتأخرت شوية، ظروف النت والله مش بإيدي. يعني الفارسة العنيدة أنثى برج الحمل تميل لإيه؟ الشهرة. بما إنها فارسة وما إنها عنيدة وما إنها نارية وما إنها أنثى كاريزما قوي وتحب إن هي تكون في الصورة قوي، إذا الشهرة ممكن هي من تستهوي أنثى برج الحمل. إذا إحنا عرضنا عليها الأشياء دي تجدها تحب إن هي تكون دايما مميزة قوي قوي وملفتة، وإن الكل يتكلم عنها بشكل إيجابي. لكل قاعدة استثناءات في الدنيا، ودايما أقول وأحب إن أنا أذكركم بيها، ولكن أغلب إناث الأبراج دي من داخلهم حتى لو ما اعترفوش لينا هيميلوا وعندهم كده حنين وميل لجانب الشهرة ولجو الشهرة، ونفسهم إن هم فعلا يعيشوا الحياة دي. أما أنثى برج الطور اللي كتير ممكن يكون توقع لو عرضنا عليها وقلنا لها تميل لإيه، فستميل للمال. أنثى برج الثور ترى دايما أو دائما إن المال سلاح قوي لابد أن تتسلح به كل أنثى في تلك الحياة أو في تلك الحياة، ودي فلسفة تحترم قوي، ولذلك تجدها أنثى عملية قوي وطموحها غالبا ما بيكونش ليه سقف رغم إن هو بيكون طموح واقعي. الجوزائية، حد توقع ممكن يكون ايه اللي بيستهويها الجوزائية؟ الشهرة شور اكيد ومؤكد، تحب ان هي تكون مشهورة وليها مجال وليها اسم وليها كارير ومعروفة، ولذلك تجد اصحاب واصدقاء وصحبات وصديقات انثى الجوزاء ملهمش عدد، وما تستغربش من حاجة زي كده، غريزة جواها بالفطرة تحب ان هي تكون مشهورة نجمة مجتمع. يا ريت معلش لو شايفين الحلقة دي مفيدة وممتعة تدوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديسلايك ما عندوش أي مشكلة، بس قولولي السبب. لو دخلنا بقى على السندريلا أنثى برج السرطان، الحب أكيد، الحب ولا شيء غير الحب. الحب زي ما قلت قبل كده كتير بالنسبة لأنثى السرطان، بنوتة السرطان هو ترياق الحياة، اديني حب ومش مهم أي حاجة تانية، اديني حنان، اديني عطف، نمرة واحد وفي مقدمات. لذلك لو انت صاحبتك سرطونة كده صعب ان تلاقيها تقولك عايزة ابقى الاولى وعايزة ان انا يعني ابقى وزيرة خارجية ولا ان انا اتعين في السفارة ولا الكلام ده، لا تلاقيها نفسي في فارس احلامي يحبني واحبه ويحتويني ونكون بيت جميل، وهي انثى بيتوية او بيتوتية انجاز التعبير. اما البرنسس انثى برج الاسد زعيمة العصابة، حد توقع كتبته في التعليقات؟ الجمال ولا شيء غير الجمال، دائما سلاح فتاك ممكن تتباهى به على كثير من النساء. إذا كانت أنثى برج الأسد جميلة فهي تتباهى بجمالها وتحب إن هي تكون ما فيش أنثى تانية أجمل منها ولا أكثر جاذبية منها مهما كانت، ولا تتفوق عليها في النقطة دي. يعني أنثى برج الأسد ممكن تقبل إن أنثى تتفوق عليها في حاجة تانية إلا الجمال. ممكن تقبل إن أنثى تكون أغنى منها عادي، إن أنثى تكون مثلا، إنما تيجي في مسألة الجمال وتقول تحديدا لأنثى برج الأسد أو تحسسها إن في واحدة تانية
اجمل منها انت كده بقى شفت الاسد اللي جواها وطلعته واستحمل اذى. العذراويه انثى برج العذراء قنبلت الذكاء اكيد ومؤكد المال تميل ويصيب هوى دايما في نفسها انثى برج العذراء المال. ومن انصار ان المال سلاح قوي وكفيل ان يجعلني مميزه وكفيل ان يخليني احقق طموحاتي اللي انا بشوفها ملهاش ابدا سقف ولا ملهاش عدد وملهاش طموح. لذلك على فكرة ممكن انت كرجل تستفيد قوي من الحلقة دي لو انت مرتبط بأنثى من الإناث دي، تعرف الحاجة اللي بتستهويها قوي وتلعب عليها. مال يبقى خليك رجل طموح وعندك مستقبل ومشاريع وعقارات والكلام ده إلخ يعني. شهرة يبقى برضو نفس الكلام. حب يبقى خليك رومانسي ودباديب وحنية وعطف والكلام ده. جمال يبقى غزلها وحسسها بأنوثتها وجمالها وكتر وأفور من الحاجات دي لأنها مطلوبة ممكن تفيدك أنت كرجل. أنثى برج الميزان الجمال زيها زي البرنسس كده في حلقة النهاردة، الجمال والحب قريب منه خلي بالك مع الميزانية. بس أنثى برج الميزان تشعر وتحصل على لذة لا يعادلها لذة إذا كانت جميلة قوي وحست في أعين المحيطين أو المقربين بهذا الشيء يجعلها في قمة سعادتها. ولكن الموضوع زي ما احنا بنقول بيمشي يعني بدرجات ودرجته عالية قوي عند أنثى برج الميزان. العقربة حد توقع؟ يعني إذا كانت أنثى برج العقرب من سيدات الإغراء وأساتذته المتمكنة فيه فأكيد هتميل للجمال وهترى إن هي قادرة إن هي تستخدم السلاح الفتاك ده لتحقيق كل أحلامها وطموحاتها وأملها. الجمال مطلب وإن كانت ما بتعلنش عنه أنثى برج العقرب بشكل واضح، الجمال مطلب داخلي وتسعى ليه العقربة دايما في كلامها في أسلوبها في شخصيتها في لبسها في طريقتها في نظافتها في نظافة بيتها في نظافة أولادها في المحيطين بيها. الجمال يصيب هوى كبير قوي في نفس العقربة فارسة الأحلام إنجاز التعبير أنثى برج العقرب لما تتمتع به وتمتلكه من مزايا كبيرة قوي. القوسية المال، القوسية المال فلوس هعمل اللي أنا عايزاه هتفسح هخرج هتنطط وأنا بحب كده. أنثى برج القوس بتحب كده قوي بزيادة اوفر، لذلك انت راجل هترتبط بيها اوعى تحبسها خرجها واعمل حسابك على كده. دايما خلي حياتها من الجودة او قريبة من الجو ده. المال يفرق مع انثى برج القوس وتشوف ان هي برضو تقدر تحقق طموحاتها اللي هي سهم. انثى برج القوس السهم والقوس بينطلق بلا حدود وباقصى سرعه بالنسبه لها. الفلوس المال المسار يعني زي ما احنا هي الوقود اللي هيدفع السهم ده زي الصاروخ لقدام وينطلق بدون توقف. المراه الحديديه انثى برج الجدي شور المال الفلوس زيها زي أنثى برج القوس اللي سبقتها وإن كانت ممكن أشد. أنثى برج الجدي الترابي تقدر المادة جدا وتعرف إن هي تحافظ عليها على فكرة وتعرف إن هي تنجحها وتكبرها وتوسع. لذلك في علم الفلك اتفقنا إن إحنا لازم نقول على أنثى برج الجد إنها أنثى تتحمل المسؤولية بشكل كبير قوي وناجحة في الحياة المادية والعملية بشكل مثير للإعجاب قوي ويهناك ويسعدك. لو انت رجل طموح وعايز تبقى حاجة وعايز تكبر وارتبطت بأنثى جدي انت لقيت مطلبك، انت لقيت بقى الحاجة اللي هي هتساعدك بشكل كبير قوي وداعم كبير ليك قوي في اللي في دماغك في مخططك. انت لقيت الوقود اللي هيدفعك زي الصاروخ بدون توقف ان انت تحقق احلامك اللي من النوعية دي. انثى برج الدلو الشهرة أكيد. أنثى برج الدلو أنثى فيها شوية كده من أنثى برج الجوزاء في بعض الصفات، إن أنا أكون مشهورة ومحبوبة ومعروفة وليا صداقات وعلاقات ده حلو قوي
ده مميز أوي، ده يسعدني أوي، ده يصيب أكيد ومؤكد في نفسي هوى كبير أوي. بالنسبة لي ممكن يكون ده متعة الحياة، نمرة واحد. الشهرة ممكن تسعى ليها أنثى برج الدلو بشكل دايركت أو اندايركت، مباشر أو غير مباشر، ولكن إذا حست أنثى برج الدلو الهواء إن هي مشهورة، تأكد إن هي أصبحت سعيدة أو تستلذ بهذا الشيء. الحوتية أنثى برج الحوت، أكيد الحب، أكيد الحب هتختاره، وأكيد مش هتختار حاجة تانية ولا هتفضل حاجة تانية عنه. الحب هو من يصيب هوى في قلبها، هو من يجعلها شاردة الذهن، هو من يجعلها تجري خلفه وتبحث عنه. أنثى برج الحوت لما نعرفه عنها طبعا من صفات في الموضوع ده كبيرة قوي ومؤثرة قوي، وتتأثر بهوى الحب وريحة الحب وكلام الحب والكلام عن الحب، كل ده بيأثر في أنثى برج الحوت، الأنثى الرقيقة جدا دي. طبعا احنا كده خلصنا الحلقة المختلفة والمميزة والجديدة تماما دي. يهمني جدا آراء عيلتي اللي هي آراءكم، لأني بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. موعدنا كل ليلة إن شاء الله، وكل يوم هيكون الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. الانستجرام الفيسبوك يا ريت تشرفوني وتنضموا ليه، واللي عايز يبعت لي يستفسر، احنا بنعمل لايف وبننزل حلقات وبنرد على اسئلتكم. كل الروابط دي وقناتنا التانية كمان لحل المشاكل، اسأل محمد وعيلته، في وصف الفيديو اول تعليق، يا ريت تدخلوا وتشتركوا وتشرفوني. الى اللقاء، وان شاء الله نلتقي.